السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الأولى متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله اليوم راح نشوفوا وضعية إدماجية باللغة الإنجليزية حول Daily Activities of My Father، معنتها وشنو هما النشاطات اللي يقوم بها أبي. إذا الأولى اللي راح نحطها لكم في صندوق الوصف راح نشوفوا اللي درناها Daily Activities توعي، معنتها الروتين تاعي. واليوم ان شاء الله راح ندير لكم واحده اخرى اون كطيح لكم ان شاء الله في الفرض، يقول لك سواء راح يقول لك اعطيني ديلي اكتيفيتيز تاعكم، سواء يقول لك تاع واحد من افراد العائله. دونك يلا نشوفوا واحد من افراد العائله اللي خيرنا فادر. دونك العنوان يقول ديلي اكتيفيتيز اوف ماي فادر، معناتها النشاطات اليوميه اللي يقوم بها ابي. ماي فادرز نيم از محمد، معناتها ابي اسمه محمد. He is 45 years old، معناتها في عمره 45 سنة. He likes watching TV، وهو يحب يتفرج التلفزيون. He always take a shower at 7:30، معناتها هو يوميا يأخذ حمام صباحا على الساعة 7:30. And leaves home at 8:30، معناتها ويغادر المنزل على الساعة 8:30. He goes to work by his car، معناتها هو يذهب إلى العمل تاعو، work معناتها عمل، بواسطة ولا عن طريق السيارة تاعو، his car معناتها السيارة تاعو. And he arrives there، معناتها يلحق للخدمة تاعو at 9 o'clock، معناتها يلحق للعمل تاعو، هو يقلع 8:30 من الدار ويروح في الطوموبيل، وعلى قداش يلحق؟ على 9. He really likes his job، معناتها أبي يحب جدا العمل تاعو. But he doesn't earn much، معناتها لكن مالوغوزمو ولا للأسف ما يخلصش بزاف منه، مفهوم؟ رغم أنه يحب العمل تاعو. يلا هنكملو. He comes back home at 5 o'clock، معناتها يعاود يولي العشية ولا يعاود يولي للمنزل على 5 مساء. In the evening، معناتها في المساء. And play with me، لهنا 5 علاش ما قلت صباح؟ شوفوا كتبت in the evening معناتها مساء، 5 مساء. اوكي. And play with me معناتها ويلعب معايا. اوكي. I love my father very much، دونك انا احب والدي كثيرا. دونك راكم تلاحظوا لهنا باللي فيها الساعات، دونك راح نقول لكم لهنا ملاحظه نقدروا نكتبوا 5 بي ام، ولا هنا كذلك بي ام معناتها العشيه معناتها مساء، ولا هنا كنت قادره نكتب 7:30 اي ام معناتها ا.ام معناتها صباحا. ان شاء الله راح ندير لكم درس على الساعات هكذا باش ما تغلطوش فيها في اللغه الانجليزيه. لهنا نقدروا نكتبوا كما قلنا 5 بي ام، ولا نكتبوا 5 o'clock in the evening معناتها مساء، باش ما نوليش نفهم بلي الخمسة تاع الصباح، مفهوم؟ هذه هي الوضعية تاعنا كي فهمتها لكم باللغة الإنجليزية والعربية. دونك يلا نعاودو نقراوها أونكا الأستاذ ولا الأستاذة تاعكم يقول لكم كيفاش نقراوها. يلا. Daily activities of my father. My father's name is Muhammad. He is 45 years old. He likes watching TV. He always takes a shower at 7:30 and leaves home at 8:30. He goes to work by his car and he arrives there at 9 o'clock. He really likes his job, but he doesn't earn much. He comes back home at 5 o'clock in the evening and play with me. I love my father very much. مفهوم؟ هذه هي لا برودكسيون ايكريت تاعنا اون انغلي حول النشاطات اللي يقوم بها الوالد تاعي يوميا. دونك ابنائي اي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعاده بالتوفيق ان شاء الله.